يسأل الزوجة هل تبطل الوضوء، كأنه يقصد مصافحة الزوجة. الذي أختاره من أقوال العلماء أن مصافحة المرأة الأجنبية لا تنقض الوضوء. وقوله تعالى أو لمستم النساء محمول على الجماع، كما اختاره ابن عباس رضي الله عنهما. قد مست يد عائشة رضي الله عنها رجلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يخرج من الصلاة، وكانت أيضا تصلي، كان النبي يصلي وهي معترضة اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها فجمعت رجليها.